بعد ورود شكوى من بعض المواطنين إلى رؤيا بوجود ثلاثة أطفال محتجزين في منزلهم، قامت رؤيا وعلى الفور بإبلاغ الجهات المعنية من مديرية الأمن العام ومديرية حماية الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية، وتوجهنا إلى المكان للتأكد من مصداقية الشكوى برفقتهم. في التقرير التالي نسلط الضوء على الصورة الكاملة لما حدث، ونتابع وإياكم التفاصيل الكاملة لهذه القضية. منزل متهالك فيه أشد أنواع الفقر والظروف القاهرة، فلا وثائق رسمية تثبت المعلومات الشخصية ولا رعاية صحية وغذائية لمن هم في داخله. المنزل يحمل في طياته حكاية عائلة، حكاية أطفال ثلاثة هم أبناء لأب من جنسية عربية أم فارقت الحياة منذ 8 أعوام، فعاشوا مع زوجة والدهم التي لم تكن متواجدة في المكان لدى حضورنا برفقة الجهات المعنية بانتظار نتائج التحقيق في أسباب غيابها أياما عدة عن المنزل. فهذا قوتهم وهذا منامهم، وتلك هي شماعة الآمال التي يعلقون أحلامهم عليها في ظل غياب ملاذهم الدافئ ووسط أجواء يسودها البرد القارس. قولي انه في اولاد طبعا ما في مأوى لهم، ما في مأوى لهم بعد رب العالمين، فالشباب لبوا النداء اليوم والحمد لله رب العالمين، لقينا الغرفه وضعها يعني مزري، يعني لا تجوز السكن، لا تجوز السكن صحيح يعني. بقت تقول لي والله لحفزكو تطلع لك دوريه بس. هو من ناحيتها ما بقت تعاملنا ولا اي شيء، بس ما بقت تصرف علينا، ابوي بقى يعطيها مصاري وما تصرف علينا، وظلت تضرب اختي مره، حب انه يجي ويعيش معنا لحالنا بس هذا. وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة هرعت لموقع المنزل وتحفظت على الأطفال الثلاثة لإلحاقهم بمؤسسات العناية بالأطفال وتقديم الرعاية لهم انتظار قرار مدعي عام محافظة مادبا في القضية ومخاطبة سفارة بلاد والدهم عبر القنوات الدبلوماسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحمايتهم. تنسيق مع مدير الأسرة الأستاذ محمود الجبور وعطوفة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ عمر حمزة، تم توجيه أبناء أنه يتم إيداعهم لحماية الأسرة وعمل دراسة اجتماعية لهم والحاكم بالمؤسسات الاجتماعية من خلال دار تربية أحداث عمان بالنسبة للشباب الأطفال، وبالنسبة للبنت لمؤسسة الحسين الاجتماعية بعد قرار سعادة المدعي عام مادبة بهذا الموضوع. الأطفال الثلاثة هم الآن في عهدة الجهات المعنية المختصة التي أخذت على عاتقها المحافظة وحماية كل فرد متواجد على أرض الأردن من منطلق رسالتها ودورها الإنساني. محمد أبو عرقوب، رؤيا.